العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، نحن وصلنا في درسنا هذا في الفقه الحنفي في كتاب اللباب شرح الكتاب إلى باب سجود التلاوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبالعلماء العاملين آمين: سجود التلاوة في القرآن 14 في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل، بني إسرائيل اللي هي الإسراء ومريم، والأولى في الحج، الأولى بالحج في موضعين، الأولى عند الأحناف فقط، أما الثانية فهي عند الشافعية، والأولى في الحج، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل السجدة، وصاد وحاميم، نعم حاميم السجدة، والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه مواضع السجود في السور، والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع، على التالي يعني على القارئ والسامع المستمع للتلاوة، سواء قصد سماع القرآن أم لم يقصد، يعني هو جاء ليستمع أو لم يأتي بهذه النية فواجب عليه. وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها، وسجد المأموم معه، وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم، وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم، ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة ثم تلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين، أي عن قبل الصلاة وفي الصلاة، وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها، أي مرة ثانية، ولم تجزه السجدة الأولى. ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته، يعني إنسان عما يحفظ بده يكرر الآية من أجل أن يحفظها، ربما يكررها 10 مرات أو أكثر، فتجزئه سجدة واحدة إما مع أول التلاوة أو مع آخر آية أو مع آخر مرة أجزأته سجدة واحدة. ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. هذا ما ذكره المؤلف عن سجدة التلاوة. نرجع إلى الشرح. قال في الشرح: باب سجود التلاوة من إضافة الحكم إلى سببه، لأن سببه التلاوة على التالي اتفاقا وعلى السامع في الصحيح. قال: سجود التلاوة في القرآن 14
أي 14 سجودا، أربع في النصف الأول، وهي في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي بني إسرائيل التي هي الإسراء، وعشرة في الثاني. إذن في نصف المصحف الأول أربع سجدات في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء، وعشرة في الثاني وهي في مريم، والأولى في الحج، بخلاف الثانية فإنها للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه الشافعية قالوا فيها سجدة، والأحناف قالوا يعني هذه لموضوع الأمر بالصلاة. إذن وعشرة في الثاني وهي في مريم والأولى في الحج، وفي الفرقان سورة الفرقان، والنمل، وألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة التي يقرأها معظم الناس في صلاة الفجر، وصاد سورة صاد، وحاميم السجدة، وحاميم السجدة أي سورة فصلت، والنجم، وإذا السماء انشقت الانشقاق، واقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه مواضعها. والسجود أي سجود التلاوة، والسجود واجب، واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة، في هذه المواضع المذكورة كلها على التالي والسامع، إذا كان أهلا للوجوب سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، فهي وجوب على التالي والسامع، بشرط كون المسموع منه آدميا عاقلا يقظان، مسموع منه آدميا عاقل يقظان، يعني ما واحد أراه وهو نايم، أرأت السجدة واللي جنبه سمعه عما يقرأ يعني من القرآن، مر على آية السجدة وهو نايم، هذا لا يعني لا يعتد به. وهون قال المسموع منه آدميا، فلو فرضنا أنه إنسان حفظ للببغاء آية السجدة فقرأتها، يعني حفظتي واسجد واقترب، كل شوي تقول واسجد واقترب واسجد واقترب، فهذه لا يعتد بها لأنه هذا يعني لا يفقه ما يقول، والأصل أن تسمع من بشر، من إنسان آدميا عاقلا، أو أن رجلا مجنونا يعني حفظ آية فيها سجدة، لنفرض نفس الآية واسجد واقترب، فلا يعتد بقراءته. قال هنا المسموع منه آدميا عاقلا يقظانا ولو جنبا، إذا كان الجنب هو الأصل، الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، فلو فرضنا أنه قرأ لجهله، ما نعرفان أنه لا لازم يغتسل، فلو قرأ ونحن سمعنا فنسجد، طيب، أو جنبا أو حائضا أو نفساء، فإذا كان يعني امرأة حائض أو نفساء وقرأ القرآن وسمعنا منها، هذا يعني يسجد له، أو كافرا أو صبيا أو سكران، فهذول إذا كان سمعنا منهم بشرط كون المسموع منه هذه الأصناف، آدمي عاقل يقظان ولو جنبا أو حائضا أو نفساء أو كافر أو صبي أو سكران، كل دول يعني ممكن إذا هو حافظ آية ويرددها فنحن نسمع منه، إذا سمعنا آية السجدة منه يعني نسجد. فلو سمعها من طير أو صدى لا تجب عليه، من طير الآن يعني ذكرنا لكم أنه يعني لو سمع سجود التلاوي من ببغاء
فلا يسجد هذا الطير. أو صدى، قالوا هذه التسجيلات، التسجيلات اللي كانت يعني على الكاسيت أو اليوم مسجلة على الألواح هذه السي دي، فهذه كلها بحكم الصدى ما بحكم التالي مباشرة. أنا بقرأ أنت بتسمعني، هذا تالي مباشرة. السماع من الراديو، السماع من التلفزيون، هذا كله حكمه حكم الصدى، إلا بحال واحدة هو النقل المباشر. يعني مثلا أيام رمضان بينقلوا صلاة التراويح مباشرة على التلفاز، فإذا سمعنا من الإمام الذي يقرأ الآن مباشرة من المسجد الحرام أو من المسجد النبوي، سمعنا منه قرأ آية السجدة وسجد هو والمصلون الذين يصلون معه، هذا لا يحكم حكم الصدى، وإنما يحكم بأنه حقيقة ونسجد لذلك. نعم، فهذا فلو سمع من طير أو صدى لا تجب عليه. وفي الجوهرة لو سمعها من نائم أو مغمى عليه أو مجنون، ففيه روايتان أصحهما لا تجب. إذا سمع من نائم أو رجل مغمى عليه أو مجنون لا تجب عليه، لكن صح في الخلاصة والخانية وجوبها بالسماع من النائم في كتابين، كتاب الخلاصة والخانية أنه واجب، ولا تجب إلا على من علم أنها آية سجدة، لعرفان أنه هذا قرآن وهي آية من القرآن آية سجدة فيسجد. ولو بالإخبار، ولو بالإخبار يعني أحد أخبره قال ما سمعت قوم اسجد، هاي آية القرآن هاي آية السجدة. فلو لم يسمع بسبب النوم أو التشاغل بأمر ما لم تجب على الأصح، قالها القهستاني، نعم في عن المحيط قهستاني. إذا هون ولا تجب إلا على من علم أنها آية سجدة ولو بالإخبار. فلو لم يسمع بسبب النوم، هو نائم واحد عم يقرأ قرآن جنبه، أرأى السجدة بفيقه بقول له قوم نسجد، لا. أو التشاغل بأمر، هو عم يشتغل عقله بالمسألة اللي عم يشتغلها، إن كان مثلا كتابي أو يعني تحضير أو باله مشغول بشيء ثاني، ما صعيد القرآن يعني بقربه والصوت مرتفع وسمعان، ولكن عقله مشغول بشيء ثاني لا تجب عليه على الأصح. نعم. وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها، على الإمام بالصلاة عما يقرأ القرآن في الصلاة الجهرية في الصبح أو المغرب أو العشاء، عم يقرأ القرآن مر على آية السجدة، نعم سجدها أي الإمام وجوبا في نعم وجوبا في المسجد، وسجد المأموم معه. إذا تلا الإمام آية سجدة سجدها الإمام وجوبا، نعم وسجد المأموم معه. وإن تلا المأموم لم يسجد، وإن تلا المأموم، المأموم هو اللي قرأ، الأصل المأموم ما بيقرأ، ولكن قرأ آية سجدة وسمعها الإمام. وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم، لا في الصلاة ولا خارجها، لأن المقتدي محجوز عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام، وتصرف المحجور لا حكم له. إذن أنا وسكر شو بقى. نعم. وإن تلا الإمام لم يسجد المأموم، ولا لم يسجد الإمام ولا المأموم، لا في الصلاة ولا خارجها، لأن المقتدي الإنسان المقتدي المأموم له إمام محجورا عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، هو مشغول كليا مع الإمام، فالمأموم لا يقرأ. ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها، هو الصحيح، لأن الحجر ثبت في حقهم
فلا يعدوهم. يعني الإمام لو قرأ آية سجدة، طبعا بيسجد الإمام والمأمون، ولكن الإمام قرأ آية سجدة، فاللي جالس جنب الإمام ما نعم يصلي لكن جالس بالمسجد سمع آية السجدة بيسجدها، إذا كان سامعانا وفهمانا بيسجدها، ماشي؟ هلا العكس، إذا كان المأموم، المأموم قرأ آية السجدة، الإمام ما بيسجد والمأموم ما بيسجد، ولكن اللي سمعها خارج الصلاة، إذا رجل من خارج الصلاة سمعها فإنه يسجد، ماشي؟ ولو سمع رجل خارج الصلاة سجدها وهو الصحيح، لأن الحجر ثبت في حقهم، في حق مين؟ في حق الإمام والمأموم. أما اللي هو خارج الصلاة فإذا سمعها يسجد. وإن سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة ولو مصلياً لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتهم أو بصلاته، لأن سماعهم ليس من أفعال الصلاة وسجدوها بعد الصلاة لتحقق سببها. هلأ اليوم في مجموعة من صلوا هون، إمام ومع المنو مجموعة من صلوا، هن عم يصلوا، إجا واحد عم يصلي مثلا نفل لوحده، قام رفع صوته في الصلاة وقرأ آية السجدة وسمع الإمام والمأمومين سمعوها، بهالحالة أما الإمام والمأمومين ما بيسجدوها في الصلاة، ولكن إذا سمعوها بيسجدوها بعد الصلاة، بس يسلموا قول والله سمعنا آية السجدة فيسجدوها، ماشي؟ وإذا سمعوا وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة، ليس معهم في الصلاة ولو مصليا لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتهم، لأن سماعهم ليس من أفعال الصلاة وسجدوها بعد الصلاة لتحقق سببها، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم. إذا هن بالصلاة سمعوا الرجل عم يقرأ آية السجدة، قام الإمام ظن أنه واجب عليه أن يسجد فسجدها في الصلاة وتبعه المأمومون، ما أجزأتهم لا له ولا للمأمومين معه، لا للإمام ولا للمؤمنين، وبهالحالة هاي بدهم يعيدوها بعد الصلاة. نعم، لا، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزئهم لأنه ناقص، أي هذا الأداء ليس لهم وليس من صلاتهم لمكان النهي، فلا يتأدى به الكامل وتجب إعادتها لتقرر سببها، يجب إعادتها إما بعد الصلاة، ولم تفسد صلاتهم لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة. ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة، إذا تلا آية سجدة خارج الصلاة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة في ذلك المجلس ثم تلاها وسجد لها أجزأته السجدة الواحدة عن التلاوتين لاتحاد المجلس وقوة صلاة وقوة الصلاتية. السجدة اللي بقلب الصلاة أقوى من السجدة اللي خارج الصلاة، فجعلت الأولى تبعا لها. هذا بصير كثير، مثلا إمام عم يحضر بده يوقف، إمام عم يتذكر سورة السجدة فقرأ آية السجدة وما سجد بعد، أقيمت الصلاة لسه ما سجد، دخل بالصلاة فقرأ آية السجدة، قرأ سورة السجدة يعني يوم الجمعة صباحا قرأها وسجد، السجدة اللي سجد بقلب الصلاة أجزأته عن السجدة اللي هي عليه خارج الصلاة، فصارت السجدة اللي خارج الصلاة سقطت عنه. نعم، وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة ولو في ذلك المجلس
فتلاها سجد لها سجدة أخرى. يعني هو عم يقرأ آية السجدة قبل الصلاة، قرأها وسجد للتلاوي، قام صلى وقرأها مرة ثانية في الصلاة وسجد لها في الصلاة، لازم يسجد الصلاة. ليه؟ بقلب الصلاة، لأنه هذه الثانية أقوى ولا تجزئها الأولى. نعم. ولم تجزه السجدة الأولى، لأن الصلاتية أقوى فلا تصير تبعا. ومن كرر تلاوة آية واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة، وفعلها بعد الأولى أولى. نعم. ومن تكرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد. أنا أعد عما أحفظ آي، عما أحفظ سورة في سجدة تلاوي، رح تجد إني كرر مرة وثنتين وثلاثة وعشرة. كم مرة بدي أسجد التلاوي؟ تجزئ مرة واحدة، إما في أول التلاوي وإما في آخر التلاوي. وفعلها بعد الأولى أولى. نعم. وذكر في البحر التأخير أحوط، يعني إذا كان عم يكررها فيخلي السجود آخر شيء، التأخير أحوط. والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج بشرط اتحاد الآية والمجلس. يعني هو قرأ آية وحدة من سورة معينة وكررها مثلا 10 مرات، فالأولى أن يسجد آخر شيء. أما إذا قرأ هون آية سجدة من الإسراء ثم قرأ آية سجدة من مريم، فبقول سجدة وحدة بتكفي عن لا، بده يقرأ عن هذه، عن آية الإسراء بده يسجد، بعدين يسجد مرة ثانية عن آية مريم. ومن أراد السجود كبر، ومن أراد السجود كبر للوضع أي للهبوط، لأن يضع رأسه على الأرض، ولم يرفع يديه، ما بده تكبيرة إحرام، لما يقول الله أكبر ما بيرفع يديه، بيهبط مباشرة. نعم. اعتبارا بسجدة الصلاة، مثل سجدة الصلاة. نعم. ويستحب سجوده عن قيام، يعني واحد جالس عما يقرأ قرآن، مرت آية السجدة، بصح هو جالس يسجد، ولكن الأكمل أنه يوقف ويسجد من قيام. ومن أراد السجود كبر للوضع، ولم يرفع يديه اعتبارا بسجدة الصلاة، وسجد بين كفيه، وسجد وضع رأسه بين كفيه، ثم كبر بعد ما سجد، يقول في سجوده، يعني إما مثل سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو يعني يدعو بدعاء سجود التلاوة، وهو سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتعالى جد ربنا أحسن الخالقين. نعم. هذا يعني ما ورد. ولم يرفع يديه اعتبارا بسجد الصلاة، وسجد بين كفيه، ثم كبر ورفع. نعم. ثم كبر لرفع، وهما سنتان، التكبير للهبوط والتكبير للرفع سنتان. ورفع رأسه ولا تشهد عليه، ما بيقرأ تشهد، يقول سجدي وبعد التحيات، ولا ما في تشهد، ولا سلام، ما بيرفع رأسه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. لأن ذلك للتحليل، وهو يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة. هلا هون في مسألة، هلا عند الشافعية، عند المذهب الشافعي يا أستاذ، سجدة التلاوي تحتاج إلى تكبير التحريم، بقول الله أكبر، هاي التحريم، بعدين بقول الله أكبر بيسجد، بقول سبحان ربي الأعلى أو بيدعي دعاء سجدة التلاوي، ثم بقول الله أكبر بيرفع.
فباعتبار صار في تكبير التحريم صار بده يسلم والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولكن ما في تشهد. نعم. قال اسبي جابي ولم يذكر ما يقول في سجوده، والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة، يعني هذا صحيح، ولكن إذا ورد شيء من السنة إما أن يقول يعني سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتعالى جد ربي أحسن خالقين، نعم هذا يعني وارد فيقوله، أو يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.